السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بوصفة اليوم من وين ما كنتوا بتتابعوني. رح نعمل اليوم خلى الخيار، بس بحب أحكي لكم بالأول إذا كنتوا أول مرة بتتابعوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى تشوفوا فيديوهات القناة السابقة. أما إذا كنتوا من متابعيني ياريت تعملوا إعجاب وتعليق حلو زيكم. وهلأ يلا على المطبخ لنحضر وصفتنا. رح أخلله أنا اليوم بعلب الكولا. ميزة هاي الطريقة إنه بتخلل معنا بشكل أسرع وممكن يضل لفترة 9 شهور بدون ما يخرب، لكن طبعا اللي خايف من ضررهم ممكن يستعمل برطمانات دجاج بنفس الطريقة اللي رح نعملها اليوم. طبعا يفضل إنه يكون الخيار اللي حجمه صغير أو اللي هو البيبي. طبعا اكيد رح نغسله بالمي والخل ونشيل منه الشوائب ونعبيه بالعلب، وطبعا اكيد رح نضيف له فلفل حار، لو برضه ممكن نضيف له ثوم، 2 ثوم لكل علبة، كمان بيعطيه طعم روعة. رح نغمر او نعبي المحلول الملحي في الزجاجات، المحلول الملحي القاعدة لكل كاسة مي ملعقة ملح، وبالنهاية رح نضيف ملعقة كبيرة خل ونعبي العلب ونحكم إغلاقها. بعد 3 أسابيع لشهر بيكونوا صاروا جاهزين. لما تفتحوا العلبة افتحوها شوي شوي لأنه بتكون مضغوطة وممكن تفور وتعبي لكم الدنيا، فيعني افتحوها نفسوها شوي شوي. بعدين فرغوهم بالتبروير واحفظوهم بالثلاجة. وبس هاي وصفتنا بكل سهولة، إن شاء الله تكون عجبتكم. بتمنى تشوفوا حلقة مبارح عن مخلل اللي فات. تابعوني بوصفات جديدة. استودعكم الله وإلى اللقاء.